الحكمة من تشريع سجود السهو. أولاً الأصل في العبادات الحرمة إلا بنص، والأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص. علينا الاتباع لا الابتداع في أمور الدين دون أن ندرك الحكمة، ولكن إذا أشارت النصوص إلى حكمة نذكرها. لو كان يجي واحد يقول لك علاش المغرب ثلاث ركعات، شكون يقدر يجاوب؟ لا أحد. أي غر المغرب ثلاث ركعات يوم نريد زميرة دين، أي غر العشاء أربع ركعات، لا ندري ولا يهمنا أن ندري ونتنادي ونتقلب. الأصل فيها الاتباع. إن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم زرت أربعة زل أربعة، نركع نسجد نركع نسجد، صلوا كما رأيتموني أصلي كما في الحديث. إذن ولكن هذه الحكمة أشير إليها. الحكمة الأولى جبر الخلل، جبر الخلل، وهذه الحكمة وردت في النصوص سواء في التي نقرأها بعد حين في الموطأ، وفيها مثيلاتها في عند أصحاب الصحاح وأصحاب السنن إلى آخره. إذن جبر الخلل، شرع سجود السهو جبرا للخلل باش أينكني يخصا أينكني ينقصا ذي الظلث يرقع بنادم. الحكمة الثانية إرغام الشيطان، وقد وردت أحاديث في هذا الباب مثل أحاديث سعيد أبي سعيد الخدري وغيره، أحاديث أبي هريرة وهي كثيرة. إرغام الشيطان يعني الشيطان الذي يوسوس للإنسان باش يسهو في صلاته، أذي تسوم وذي غفل وذي غلظ إلى آخره. إرغاما للشيطان كاين سجود السهو، مثل من سجود السهو فرقات ظلثي مثل أذي يرتاح وليه، إرغاما للشيطان. وكذلك في حكمة أخرى مهمة، السكينة والراحة التي يجدها الإنسان بإتمام صلاته، يزول كاملة إتمام الصلاة. زر كما تعوض ذي حاجة أدس سمحتي مثلا يون يوزام من بعد يغلظ أمشي راه يخدم، يوزام صيام الفرض من بعد يغلظ يسوان غيتشا ذا شاري يخدم ذاكي يتم صيامه يمسك. وإلا قال هذا هذيك مريتش خاطي مي قعد دار رمضان هذي غرم يونوس هكذا ثبان. وقد أشرنا إلى هذا فيما سبق والخلاف الفقهي الوارد في 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 هذا الأمر، ولكن الفقهاء ديننا لا وسي تعوذ راه خطر يبد حديث فقد أطعمه الله وسقاه، يعني ربي سبحانه يبغى يسيد شيء سوى. ولكن السادة المالكية وهم يناقشون أصحاب هذا الرأي قالوا إن هذا الحديث أو هذه الأحاديث ترفع الإثم وترفع الحرج. الحديث يعني ذين تثوث ثغل الضرع مع حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان عادي، ولكن الأحاديث لا تشير إلى عدم القضاء لأن صيامك فيه خلل والخلل يحتاج إلى جبر. ما عندكش حق تقول مادام غلط شربت ولكن تنكمل، لا ما تكملش، أتم صيامك. لذلك الإمام القرافي كما قلنا وهو يقول تقرب إلى الله تعالى بالصلاة في أمر الصلاة قال المرقعة المجبورة، إن هذا المرقعة المجبورة ثقي أفضل، يعني أولى من إعادتها، أولى من إعادتها. في أمر الصيام، في أمر الصيام ما كاش كيفاش يرقع على الصيام، هراك فطرت، ولكن بعد رمضان ترقعوا، كيف ترقعه؟ بالقضاء والسلام. وبذلك نجمع بين الأحاديث، نجمع بين جميع الأحاديث. إذن هذه بعض حكم
مشروعية سجود السهو.